قرار ديال إعادة النظر، لأن هاد الناس مشاو معايا ب 400 ألف. القرار هذا هو الرقم ديالو، 2090، قرار إعادة 290 في إعادة النظر في الابتدائي وفي الاستئناف وفي الإحالة من بعد الاستئناف، النقد في النقد وفي الإحالة من بعد النقد وإعادة النظر. وما اقتنعوش هاد الناس هادشي، لأن احتقار ديال العدالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل اشرح لنا شنو واقع لك في الأرض هادي والبلاصة اللي كنتواجدوا فيها. انا هاد البلاصه اللي كنت وجدوا فيها دو رزازقه هي السيدي موسى علي عملات محمديه. وقع ليا مشكل ديال الارض منزوعه مني. شحال من عام باش منزوعه منك؟ تقريبا 20 سنه. وعده شكايات، وسبق لي بان تقدمت بدعوى مدنيه وحكمت لي المحكمه المدنيه ونفذت لصالحي حكمة الابتدائي واستئناف والنقط والإحالة من بعد النقط وإعادة النظر لصالحي، ونفذت وتسلمت، تكون عندي محضر ديال التسليم وتسلمت بالأرض. من بعد 2010 تفاجأت بواحد الأشخاص حطوا فيها ماتريال ديال الحديد ديال الطوموبيلات، تراموا لك على الارض ديالك، تراموا عليها وحطوا فيها الحديد ومنعوني من السكنه. جوج ديور جوج ديالي، اوراق ديالهم، الملك ديالهم والرقم ديال العدد ديالو هو 351 مذكور فيه، ودخلوا الارض بدون اذن مني، وكان وشاري فيها فيهم اثاث من عند انسان في هو يقدر ب 8 مليون. خذوا ديك الاثاث، وخذوا اثاث وخذوا السكنات وخذوا كل شيء، واصبح ما عندي والو. وتقدمت بشكايات الى السيد وكيل الملك وما عطاونيش لا حقي لا والو. كان عندك التباسات في هذا الشيء اللي كتقول؟ كاين وثائق، كاينه وثيقه ديال رسم الشيره عدلي، رسوم شيرة عدلية يمكن هما أربعة، الحدود ديال العقار اللي مترامين عليه غير محفظ، وهو هكتار وخدام 11000 متر. ومشيت لعند السيد وكيل الملك وعدة شكايات، ما هي شكاية واحدة ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، وكيمشيو كيلوحوهم كيقول لك عدم الاثبات، عدم التحفيظ، عدم الاثبات، كل شيء التحفيظ، رغم عندي ما عندي حجوج ملكيات عدليين وكل شيء. وكلم هاد الناس كان ليهم كاع، الى بغاو يديروا هاد الشيء كانوا يمشيو يطعنوا في هذوك العقود بالزور، يمشيو معنا لجهه اخرى خصهم يحيدوهم مني، لان وزاره هذاك العادل كون العقد وشريت انايا وخذوا لي فلوس ديالي. وشويه قال لك عدم الاثبات، كيفاش عدم الاثبات؟ ما عرفتش انا هذا عدم الاثبات، وهذا هو اللي كاين عندنا حنا دابا. وحنا كنطالبوا من السيد وكيل الملك ليكون المحكمه الابتدائيه بالمحمديه راه تحسنت شويه، راه تحسنت دابا. وكنطالب واحد من بعد جات واحد السيده وكيله الملك، راه تحسنت، عندها استقبال، كتستقبل الناس مواطنين، وعندها وتحسنت القضيه وتقدر تبحث لنا في المشكل ديالنا. كنطالبوا منها توقف لنا في لافير ديالنا، تفكوا لنا بخير، وما كنطالبوش حنا بشي حاجه لهذه ولا هذه، تغوت علينا وكل واحد تعطيه ديالو بالوثائق ديالهم هما. دابا هما مين شراو هما؟ هما شاريين من عند ولاد عمي. عند ولاد عمي؟ اي. وحتلوا شارين هما قطار وقطار ونص اللي حدد لهم العادل، واحتلوا ثلاثة القطارات
كنقولوا لهم خذوا على هذا القطار ونص، لا قال لك حنا ثلاثه القطارات، وجابوا لا فراج طوموبيلات كيهرسوهم كيلوحوهم هنا، كيلوحوهم هنا وخسروا بلاد بزيوت وما بقى الصالحة، وصبحوا المواشي ضايع لينا، صبح كل شيء ما بقى الصالحة للمواشي، ما بقى الصالحة للفلاحة. وكنطالبوا من السيد وكيل الملك يوقف لينا في المشكل ديالنا، وحتى الدرك الملكي يوقف لينا في المشكل ديالنا. قبيله قلتي بانه كنت مشيتي معاهم دعوه قضائيه وربحتي مع ربحتي القضيه ديالك ابتدائيا واستنافيا وفي النقد. وفي النقد والاحاله من بعد النقد واعاده النظر. وعلاش ما استغليتيش الارض ديالك من بعد انه انت ربحتي القضيه ديالك؟ ترموا عليه، جاو نفوذ اخرى جديده وترموا عليه، هاد الناس ما عليهمش حكم بعدا، هادو اللي ترموا عليها. شراو من عند ناس اخرين، دوك الناس اللي كان عندهم معاك مشكل، اللي كان معاهم مشكل هما اللي شراو من عندهم، وسمحوا جداد هما ما دايرينش، وهذيك الارض منفذه خدوها. انت ما بقيتيش كتستغل دابا الارض؟ ما نستغلهاش. السكنه فين نضربوا؟ حنايا دابا كنديروا شكايات للسيد وكيل الملك، كنديروا احكام، كنديروا مقالات في المدني. المدني قال لك لا، واني جاو من السيد وزير العدل قال لك اودي المدني ما بقاش المدني، سباق ليه لان بت هو مره واحده بت في القضيه ديالك، بت ما بقاش يعاود يبت مره ثانيه. وكنطالبوا منهم باش يديروا معاهم اجراءات، ياخذوا ديالهم. انت باغي ديالك؟ ياخذوا ديالهم، يا عندهم قطار ونص ديالهم، راه كاين هذيك الحجه اللي عندهم تبعوها. ما حضرش ليها انا حيت حنا المحكمه ما عيناتش شي خبير باش يعرفوا الارض ديالك من الارض ديالهم. لا دوزت لنا، دوزت الخبرات. وعارف الارض ديالي وديالهم. ورغم ذلك انهم باقيين مترامين. وي وراه دابا نيت يغوتوا عليه ويكلفوا خبير، وغادي هذيك الساعه اللي فصلونا الخبير لبسوا. حنا نديروا روسنا ما فاهمينش كاع. واللي فصلوا لنا هذاك الخبير نحطوا له وريقات، واللي فصلوا الخبير غادي نلبسوه. دابا انت شحال ضايع لك ديال الارض؟ ضايع عليا انايا، ضايع عليا في غير محفظه هاد القطعة 11000. 11000 اش متر؟ 11000 متر وقطار وخدام. في السكنات جوج. يعني كانوا مبنيين. لا يا ولدي وجدي هما يا لا شارين. سمعتي؟ لا كاين هذا، كاين التحتاني جديد. وكاين هذاك الفوقاني قديم. هذا هو اللي ضايع ليا دابا هنا، ضايع ليا 11000 متر. يعادي القطار وخدام. دابا انت كطالب باسترجاع ديال كنطالب باسترجاع بناء على الاحكام القضائيه ديال المدنيه. غريب في الامر باش يعطيوك استغلال ويمنعوك من الارض، غريب. حتى ملي كنديروا لهم دعوه ديال الاستغلال تحكم لنا المحكمه باستغلال. وفي هاد الحالة ملي والأرض منعينك منها، غريب في الأمر، ما كيفاش هاد الحكم ما عرف.